طيب عندنا هسه هاي المسألة نفس الطريقة، بقول لي في عندي لود 4.8 موجود على النقاط على النقطة هاي هون مأثر برا، بقول لي المكعب 8 مربع مكعب 8 ب 22، بقول لي اوجد الاستريس عند النقاط A B C D واوجد اللوكيتور في النيوترال اكسس. يلا بنفس طريقة قبل شوي، احنا المحاور عندنا هذا محور اكس او هذا محور زد وهذا محور اكس، بنلاحظ ان القوة مش على السنتر، فبالتالي بدي انقلها، بنقلها مرة من هون لهون، بدي اغير الوان بس، بنقلها مرة من هون لهون، بنقلها بعدين من هون لهون. طيب هسه بنقلها بالمرة الأولى راح ينتج عندي مومنت هيك، ولما نقلها المرة الثانية بنتج عندي مومنت هيك. هذا المومنت اسمه ام زد، وهذا المومنت اسمه ام اكس. طيب ام زد لازم احدد الاتجاهات، اتجاه السهم اهم من حياتي، اتجاه السهم القوة هاي كومبريشن، فبالتالي هون في كومبريشن، القوة هاي كومبريشن فبالتالي هون في كومبريشن، بس هيك حددت اتجاه الاسهم، ولا في اسهل منها. ام اكس، ام اكس المومنت اللي بلف حول الاكس، انا المسافة كاملة 80، البعد عن السنتر 40، فبالتالي هو 4.8 كيلو ضرب 40 اللي هي نص المسافة ملي، فكيلو مع ملي بتروح بصف نيوتن دوت متر، بيطلع معي 192 نيوتن دوت متر زي ما هو موجود بالرسم اللي على جنب. ام زد انا نقلت المسافه الصغيره هاي، انا بعرف انه هاي كامله 60 لانه هاي كامله 120 نصها 60، بشيل منها 35 بضل 25، بالتالي 25 نيوتن اي ملي قصدي ضرب 4.8 كيلو، الكيلو مع الملي بتروح بضل نيوتن، بضل عندي 120 نيوتن دوت متر. تمام هيك شو قدرت احسب المومنت. طيب هسه نفس الفكره، حسبت المومنتات، بدي ستريس عند الاي، ستريس ات اي، بحكي القوه عندي كومبريشن فبالتالي سالب بي على اي، بعدين القوه الام اكس عند الاي، بلاحظ انه اكس انه اي بالنسبه لاكس، يعني تخيل كل شيء على جنب ممسوح، بتطلع اي ام اكس، هذا ام اكس، هذا ام اكس، هيو هذا المومنت، بلاحظ انه راسه مأثر على المنطقه هاي، هاي كامله، هاي المنطقة كومبريشن، ايه موجودة وين في الكومبريشن، فراح احكي سالب ام اكس في سي على اي. تمام الاي ايش؟ اي اكس ايش؟ اي اكس بكعب المسافة 80، لاني انا اكس بكعب الزد، فاي اكس بتساوي 120 ضرب 80 تكعيب 12، بس هذا شكل مستطيل ما فيش قطع، فبس هيك الاي تبعته. والاي زد شو بتساوي؟ بالعكس 80 ضرب 120 تكعيب 12، ليش؟ لانه الزد بلف حول هاي المسافة، وهي المسافة اللي هي 120، طبعا بضربها ب 10 قوة سالب 12 للتحويل، وهي بضربها ب 10 قوة سالب 12 للتحويل، ليش؟ لانه انا عندي مليمتر، قوة 4 مليمتر ومليمتر ومليمتر ومليمتر، كل واحدة سالب 3 بتصير سالب 12. طيب ام اكس في سي على اي، والسي اللي هي بعد النقطة عن السنتر، النقطة اي قديش تبعد عن السنتر؟ عن السنتر ام اكس قديش تبعد عن السنتر؟ تبعد 40، تبعد 40 في السي 40، الام اكس معي الاي حسبتها. طيب بخصوص الام زد، الزد بيعمل لي برضه كومبريشن، بالتالي سالب ام زد، ليش عرفت؟ راس السهم عند الاي، فسالب ام زد في سي، سي اللي هي بعد الاي عن الزد كم؟ 60 على اي، اي مين؟ اي زد. هاي خلصنا من ستريس عند الاي حسبناه. طب ستريس عند البي بنفس الطريقة، بس ما راح اكتب ستريس عند البي، القوة كومبريشن، القوة ما بتتغير، والله اكتب ستريس عند البي، بقول لكم سالب بي على اي. بعدين بخصوص اكس، هي كومبريشن، ليش؟ هاي اكس راسه عند البي او بجهة البي يعني، فسالب ام اكس في سي على اي، على اي، اي اكس طبعا، بس بخصوص الزد ذيل السهم بجهة البي، فبالتالي زائد ام زد في سي على اي زد، هاي ستريس عند البي. طب ستريس عند السي، بقول لك هاي السي ورا، السي بلاحظ بخصوص القوة الكومبريشن سالب بي على اي، طبعا الاي بتضربها ب 10 قوة سالب 6 للتحويل، اي 120 80 في 10 قوة سالب 6، والبي بتحولوها ل 4800 لانها كيلو. بعدين بخصوص السي، الاكس فيها موجب، الاكس ماله؟ فيها موجب، ليش؟ لانه ذيلو عند السي، فام اكس في سي على اي اكس. بعدين بخصوص الزد برضه الذير عندها، فموجب ام زد في سي على اي زد.
طبعا الحلو بهذا السؤال المستطيل هذا انه الام زد ثابت، الاي اكس ثابت، الزد ثابت، والسي ثابت، فانا بحسب بس لاي وبصير اغير اشارات. وستريس عند الدي شو بيساوي؟ سالب بي على اي. بعدين ام اكس عنده ذيل معناته موجب، ام اكس في سي على اي اكس. بعدين الزد عنده راس، فبالتالي سالب ام زد في سي على اي زد. فهيك حسبت الستريس عند الاربع نقاط. طبعا انتم بتعوضوا وشو بصير عندي؟ بطلع المومنتات، هيهم هاي المومنتات طلعهم، هاي قال الستريس واي وزائد او ناقص، زائد او ناقص زي ما انا قلت، فحلهم الاربع، طلع الاربع معي هالقد. يلا هسه بدنا نيجي للشغل الصح. A و B كومبريشن و C و D تنشن. يلا A و B قلنا، A و B كومبريشن و C و D تنشن. يلا نيجي للرسمة الأصلية. هاي النقطة A مالها كومبريشن C، والنقطة B كومبريشن، النقطة C تنشن، والنقطة D تنشن. يلا زي الفيديو اللي قبل، بين كل تنشن وكومبريشن في عندي زيرو، معناته في عندي هون زيرو وهون في عندي زيرو، فبالتالي شو عندي؟ هذا هو النيوترال اكسس، هذا عندي النيوترال اكسس. فبالتالي شو بعمل؟ بعمل بطبق الشغل مرتين، بطبق بين سي بين اي ودي، بعمل شبه مثلثات، الاي كومبريشن والدي تنشن بوصل بينهم، وبين البي والسي البي كومبريشن والسي تنشن، البي كومبريشن والسي تنشن. هاي تمام. فبالتالي بسمي واحدة من المسافات اكس، وهاي 120 ناقص اكس، اي 80 ناقص اكس، قصدي لانه هاي 80 المسافة، 80 ناقص اكس، وهون نفس الاشي 80 ناقص اكس، وهون اكس، والقيم اللي فوق هاي النقطة اي، خلينا بس احدد هون، هاي اي وهاي دي وهاي بي وهاي سي. تمام، فبحط الاسترسات، بحط الاسترسات، هيو استرس اي، بحط القيمة 2.625، واسترس عند البي 1.375، لا هي استرس دي قصدي 0.375، واسترس عند البي 1.375، بعوضش اشارات، الاشارة مثلتها بالسالب، واسترس عند السي طلع معي 1.625. بعمل شبه مثلثات زي ما حكيت بالفيديو السابق، x على 2 تساوي 80 ناقص x مقسوم على 0.375، بطلع x واللي هي المسافة عن point A. هيو هاي اللي هي ال HA بتطلع 70 معي، المسافة من البوينت A، ليش اسمها HA؟ وبنفس الطريقة بطبق عند البي، بحكي x على 1.375 يساوي 80 ناقص x على 1.625، بطلع مين؟ بطلع البي جي، اللي هي النقطة هي سماها جي والنقطة هي سماها اتش، فبتطلع معي البي جي 36.7. وهيك بكون قدرت احسب النيوترال اكسس وين مكانه بالضبط. وهي تفسير الرسمة، احنا بين اي تنشن وكومبريشن عندي ايش؟ عندي زيرو. هيو هيك شكلها. بس هذا الموضوع اتوقع انه انتهى. ان شاء الله الفيديوهات الجاي بدي اشرح عن موضوع هذا اللي بيكون زي هيك، كيف طلع الفاي، هاي السلافة بدي اشرحها، هاي، وبدي اشرح شغلات هيك بس صغيرة بالشابتر لفتت انتباهي. وبس اعطيكم العافية.